صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معك جوزيف دهري، محلل ومدرب معتمد في هذه الشركة. بجلسة اليوم وفي بداية أسبوع تداول جديد وأيضا افتتاح شمعة شهرية جديدة على الرسوم البيانية، مثل ما بتعرفوا طبعا افتتاح شمعة شهرية جديدة بتعني فرص استثمار جديدة، بتعني اتجاهات معاكسة، بتعني إشارات انعكاسية، فبدنا ننتبه من هذا الموضوع. طبعا لما تفتتح شمعة شهرية جديدة ضخمة بدنا نعرف إذا هل يا ترى يوجد عندي تكملة الاتجاه العام اللي هو continuation trend، أو هل يا ترى عندي إشارة انعكاسية. طبعا قبل ما نبتدي بهذه الجلسة بدي أحذركم من المخاطر اللي ممكن تواجهوها بسوق الفوركس، وبدي اقول لكم انه الخسائر ممكن تتجاوز راس مالكم او المبالغ اللي اودعتوها في الشركه الماليه. في طبعا هذه الجلسه رح نكون عم نحلل الامور تقنيا والتحليل التقني باستعمال موجه اليوت وفيبوناتشي، وايضا بعض المؤشرات البسيطه اللي بندخلها على منصه التداول. وانما اليوم وعلى الاجنده الاقتصاديه عندي هلا بموندي، اذا بدكم خلينا نقول بثلاثة الشهر 3/9/2018، عندي اليوم بعض الامور والاخبار اللي ممكن تظهر على اذا بدكم ايطاليا واسبانيا، اللي هي طبعا صدرت هلا عندي 53 واجت ايجابيه لمنطقة اليورو زون اللي هو الاتحاد الأوروبي، وأيضا عندي بعض الأخبار اللي هي بعتلت أي على الجيرمان مانيفاكتشرينج بي أم أي اللي هو أيضا ممكن يأثر على الجيرمان داكس كحد أقصى إذا بدكم، أو بمرحلة أولى ومن ثم أيضا على زوج اليورو دولار. وإنما طبعا جيرمان مانيفاكتشرينج بي أم أي راح يأثر مباشرة على المؤشرات الألمانية اللي هو الجيرمان داكس. جيرمان داكس هو من أخطر السلع او خلينا نقول المؤشرات الموجوده عندي على منصه التداول، اللي هو الاسرع، اللي هو طبعا بيسجل اكثر من 300 400 نقطه بالنهار، واللي هو ايضا بعض الشيء خلينا نقول النقطه تبعه او البيب فاليو تبعه هي تسجل ك اذا بدكم 30 دولار للنقطه الواحده، لانه العقد الواحد بدل اذا بدكم على 25 يورو، يسعر باليورو. فنقطه الجيرمان داكس بتسعر باليورو 25 يورو، يعني تقريبا بتوازي 30 دولار، يعني عقد واحد من الجيرمان داكس يساوي اذا بدكم ثلاث عقود من اي عمله رئيسيه مثل اليورو دولار استرالي واسترليني دولار. فبالنسبه لي بدكم تنتبهوا من هذا المؤشر اللي هو جيرمان داكس. انما بجلسه اليوم عندي على الزار على اليورو زون اللي هو فرنش، على كوريا طبعا، وما عندي اذا بدكم اخبار مهمه على الدولار الامريكي اللي هو العمله الرئيسيه او محرك السوق. فطبعا الاجنده الاقتصاديه اليوم بعض الشيء رايقه وممكن انه توقع تقلبات ضخمه جدا، وانما طبعا التقلبات اللي ممكن نشهد عليها هي فقط على المؤشرات والعملات الرئيسيه مثل اليورو دولار والسترليني وايضا الجيرمان داكس اللي تكلمنا عنه. في البدايه خلينا نراقب اذا بدكم الجيرمان داكس التحركات تبعه، ندخل على رسم بين الخمس دقائق كرمال نشوف اذا ممكن يكون عندي فرصه استثمار على جيرمان داكس. طبعا الاتجاه الهابط اللي عم ندخل فيه يعني من الواضح انه ما عم بيمشي مع الاس بي 500 مع الداو جونز. الداو جونز والاس بي 500 عم بيسجلوا او عم بيتداولوا قرب اعلى مستوياتهم، من المفروض قديما او السابق كانوا عم يتداولوا سويا، يعني جيرمان داكس والاس بي 500 كانوا عم بيمشوا سويا. مع ارتفاع الاس بي 500 وارتفاع الداو جونز كنا عم نشهد على ارتفاع للجيرمان داكس، ولكن من ورا ما سجلنا اعلى قمه للجيرمان داكس اللي هي تقريبا قرب مستويات 13590 ابتدينا بموجه تصحيح واندفاع اي ضخمه بالاتجاه الهابط للجيرمان داكس، وابتدينا اذا بدكم تثبيت قاع مهم جدا اللي هو ما قدرنا نخترقه، ومن ثم رجعنا ابتدينا موجه صعود جديده. هلا هل يا ترى ممكن تكون ثلاث موجات تصحيحيه 3 كوركتيف ويفز اللي هن اي بي سي او دبليو اكس واي، ام هل يا ترى نحن تقريبا بصدد اذا بدكم ارتفاع موجه جديده اللي هي موجه رقم واحد اي بي سي، عم نتكلم موجه رقم اثنين وارتفاع الموجه الاخيره لزياره مستويات جديده وقمم جديده على الجيرمان داكس. طبعا عندي سيناريوهات مفترضه، ولكن كحد اقصى انا اذا في حال بدي افكر بمراكز شراء على جيرمان داكس بدي اقول لكم انه ما ممكن يخترق مستويات ال 76.4% لنضل بالسيناريو الايجابي، يعني مستوى 12,035 هذا هو المستوى اللي هو لا يمكن اختراقه اذا في حال بدنا نفكر بسيناريو ايجابي لجيرمان داكس او للمؤشرات الالمانيه اللي هي ممكن تلحق المؤشرات الامريكيه، خلينا نقول بعض الشيء الاس بي 500 والداو جونز. فبهيدي الحاله هذا هو الخط الفاصل اللي هو مستوى 76.4% في بوناتشي. انما اذا في حال بدي افكر بمراكز سلبيه ايضا، نتوقع اختراق هذه المناطق اللي هي 12,000 على مستويات الجيرمان داكس، كما نبتدي بموجه هبوط جديده ونسجل ثيرد كوركتيف ويفز اللي هي ويف اكس
لزيارة مستويات ال 10760 كمرحلة أولى. فهذه المستويات اللي عم بتكلم عليها طبعا جيرمان داكس، أنا ما بحب، أنا ماني من الأشخاص أو من المحللين التقنيين اللي بيعطوكم اثنين سيناريو، الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط. مثل ما بتعرفوا أسهل شيء بالمحلل التقني إنه يحدد اتجاهان، إذا بتكون اتجاه صاعد وهابط، ونحن عارفين إنه السوق رح يرتفع أو رح ينخفض. ولكن إذا في حال عم بعطيكم نقطة مميزة أو نقطة ثابتة اللي هي مستوى 12,035، ساعتها نحن كمحللين نقدر نحدد هذا الخط الفاصل اللي هو بين السيناريو الإيجابي والسيناريو السلبي. إذا في حال جيرمان داكس حدا عنده أي استثمار عليه، بتمنى أن تنتبهوا لأنه ممكن نشهد بعض التقلبات هلأ بعد 4 دقائق على صدور أخبار أو البيانات اللي ممكن تصدر عندي على جيرمان مانيفاكتشنج بي أم آي، اللي هي طبعاً صدرت عندي 55.9، اجت سلبية بعض الشيء لزوج اليورو دولار او لجيرمان داكس بشكل او اخر. طبعا ممكن نشهد بعض التقلبات على المؤشرات اليوروزون او الاتحاد الاوروبي، ولكن ما عندي اي شيء مفيد. هلأ نحن بالنسبة لنا للعملات الرئيسية للمحللين والمضاربين، عندي سيناريات مفترضة ولكن رائعة جدا، رائعة جدا. لكل الأشخاص اللي بيتابعوني بشكل يومي بيعرفوا أنه هذه السيناريات اللي بقدم لكم إياها إذا ما كانت مميزة ما بعلن أنا بجلسات اليومية. بالنسبة للانخفاض اللي عم نشهده، انخفاض واضح، ومن الواضح أنه طبعا عندي هون انخفاض 5 موجات 1 2 3، دخلنا بموجة أفقية اللي هي ويف 4 وانخفضنا ويف 5. انخفاض 5 موجات، بدنا نبتدي بثلاث موجات تصحية بالمقابل. ثلاث موجات تصحية بالمقابل، ابتدينا أول موجة تصحية، ثاني موجة تصحية رح تكون بالاتجاه المضاد. يعني هلا أتوقع بعض ضعف لزوج اليورو دولار لتسجيل، إذا بدكم نمط، خلينا نقول الانفيرت انفرس هيد اند شولدرز أو نمط الرأس والكتفين. شو يعني؟ يعني عم بتكلم على هلا إذا بدكم الكتف اليمين ينخفض تحت كتف اليسار، وإذا في حال حصلنا على هذا السيناريو اللي عم بتكلم عليه، كتف اليمين بده ينخفض تحت كتف اليسار، يعني بده يصير عندي اختراق لمستويات 115.07 كرمال نقدر نسجل مستويات أوطى لكتف اليمين لنسجل الانفرس هيد اند شولدرز ونبتدي باتجاه صاعد عن جديد. فبهذه الحالة أتوقع، خلينا نقول إذا بدكم مستويات أوطى لزوج اليورو دولار بالمرحلة القادمة وبالجلسات القادمة لزيارة مستوى 115 على السوا أو 114.50 كحد أقصى، ومن ثم بداية موجة جديدة تصحية بالاتجاه الصاعد لزيارة مستوى 119. هيدي أول شيء على المدى الطويل لزوج اليورو دولار. هلأ إذا بدي أدخل بتفاصيل، بدخل على رسم بين الأربع ساعات، بدخل على رسم بين الساعة. طبعا مراكز البيع اللي ممكن ادخل فيها على زوج اليورو دولار هي مستويات 116.40 كحد اقصى. يعني اذا في حال شفنا موجه تصحيه بالاتجاه الصاعد لزوج اليورو دولار لمستويات 116.40، اتوقع تكمله الاتجاه الهابط ونرجع نواجه اذا بدكم خطوط مقاومه قرب هذه المستويات. بهذه الحالة منكون سجلنا موجة الصحية لافتتاح الشمعة الشهرية، سجلنا الشادو أو الويك اللي نحن في انتظاره للشمعة الشهرية، وتكمل اتجاه الهابط لزيارة مستويات 115 أو 114.50. هذه بالنسبة لزوج اليورو دولار، ومن ثم نرجع نفكر بمراكز شراء. مراكز الشراء اللي عم نفكر فيها منكون سجلنا الانفرس هيد اند شولدرز من هذه المناطق، ونتوقع إشارة انعكسية بالاتجاه الصاعد عن جديد للشمعة اليومية تكون سجلت عندي الانفرس هيد اند شولدرز أو نمط الرأس والكتفين. بعرف معظم المستثمرين بيقولوا أنه نمط الرأس والكتفين منه نمط ممكن يكون شغال بعد، ولكن بالنسبة لي نمط الرأس والكتفين هو من الأفضل بعده، خاصة بالاتجاه المعاكس أو لما نوصل لبيس معين أو لقاء معين ونتوقع إشارة انعكاسية. الإشارة الانعكاسية ما بتحصل بشكل سريع، يعني اللي بدي أفسر لكم إياه لكل المضاربين، إذا في حال نحن باتجاه هابط على زوج اليورو دولار ما ممكن نشوف إذا بدكم اتجاه مفاجئ بهذا الشكل. هيدي ممكن نشهدها على رسم بيانة الساعة، ممكن نشهدها على رسم بيانة 30 دقيقة 15 دقيقة 5 دقائق، ولكن ما ممكن نشهدها على الرسوم البيانية اليومية. على الرسوم البيانية اليومية عندي فيز بدنا نمر فيها، عندي مرحلة أفقية بدنا نمر فيها، عندي إشارة انعكاسية، وطبعاً نمط معين اللي حنسجله لنقدر ناخد إشارة انعكاسية. طبعاً هذه الإشارة المفاجئة أو تغيير الاتجاه المفاجئ للرسوم البيانية فقط ممكن نشهدها على الرسوم البيانية الصغيرة اللي هي تايم فريم 30 دقيقة وطبعا مدون. فبهذه الحالة مش هيك المضاربين ممكن يواجهوا بعض الصعوبة بالإشارات الانعكاسية المفاجئة والسريعة، ولكن على الرسوم البيانية اليومية نتوقع باتجاه
اتجاه واضح انه هلا وصلنا لنكلاين معين او الرقبة تسمى، هلا اشارة انعكاسية بالاتجاه الهابط لزوج اليورو دولار لزيارة مستوى في بوناتشي اقله 61% او مستويات ال 76.4% يلي هي نتوقع تكون موجة رقم 2 او ويف بي. هذا بالنسبة لي لزوج اليورو دولار او للعملات الرئيسية. طبعا نتوقع انه ممكن نرجع نواجه نفس السيناريو للعملات الرئيسية مثل استرليني أو للأسترالي دولار، ولكن اللي بدكم تفهموه نحن كمضاربين بدنا نعرف أنه ما ممكن نحدد نفس الانخفاض أو نفس خلينا نقول السيناريو لزوج اليورو دولار لاسترليني دولار. ممكن عندي يكون عندي عملة تنخفض أسرع من غيرها، ممكن يكون عندي ضعف عملة مقابل عملة أخرى، يعني ضعف استرليني أكثر من طبعا اليورو دولار. استاذ مهدي طبعا الرأس والكتفين هي من أكثر النماذج تكرارا، ولكن مش على طول نقدر ناخد اكتيفيشن منها. بدنا ننتبه الاكتيفيشن اللي بناخدها من الرأس والكتفين أو من نمط الرأس والكتفين لازم ننتظر اكتيفيشن وكونفرميشن. هلأ ممكن زوج اليورو دولار نكون نحن على أساس منتظرين الكتف اليمين لندخل بمراكز شراء، وممكن فجأة نكفي اتجاه الهابط زوج اليورو دولار، فبهذه الحالة بنكون أنهينا الموجة التصحية وابتدينا موجة جديدة اندفاعية بالاتجاه الهابط. فبدنا ننتبه كتير منيح عند وصولنا لمستويات مغرية للشراء اللي هي مستويات 114.50-114.80 اللي هي مستوى 61 أو 76.4% في بوناتشي. هونيك ننتظر إشارة انعكاسية، شمعة يابانية تابعة لفريق الثيران عطيتني تأكيد على أنه ممكن ناخد إشارة انعكاسية للسوق. طبعا رح نكون سويا عن حل الرسوم البيانية بشكل يومي، وشركة تكمل رح تكون بدعم لألكم بهذا السيناريو، وطبعا أنا موجود معكم بشكل يومي وبشكل صباحي. هلأ الإشارة الانعكاسية اللي بنحصل عليها من هذه المستويات نتوقع أنه ممكن نرجع نبتدي موجة تصحية الثالثة لزيارة مستوى 120 لزوج اليورو دولار، ومن هونيك نرجع نفكر بالسيناريو على المدى الطويل. إنما بالنسبة لاسترليني الدولار على سبيل المثال ممكن ينخفض أسرع من اليورو دولار، ممكن نشهد ضعف لإله أكثر، ممكن زوج الاسترليني تلاحظوا أنه ما عندي إشارة النمط الرأس والكتفين، فبهذه الحالة ممكن نكون أنهينا ثلاث موجات تصحية لزوج الاسترليني الدولار قرب مستوى 130 ونبتدي موجة هبوط جديدة. هذه الموجة الهبوط ممكن تخترق آخر قاعة سجلناه. شو يعني؟ لو عم جرب لكم اياه بالوقت الحالي ما بدكم توصلوا السيناريوهات المفترض اللي بتقوموا فيها على عملة معينة على جميع العملات. هيدا من الأكيد انه اليورو والسترليني والأسترالي قديما كانوا يمشوا سويا، والعملات اللي بتبتدي بالدولار الأمريكي مثل الدولار ين الدولار كاد والدولار سويس كانوا يمشوا سويا، ولكن بوقتنا الحالي أصبح عندي negative correlation. ليش أصبح عندي نيجاتيف كوريليشن بين العملات يا جماعة؟ لأنه أصبح عندي شيء اسمه فوائد مختلفة. قبل كان عندي كل البلدان الرئيسية اللي هي إن كان أوروبا إن كان أمريكا الولايات المتحدة إن كانت بريطانيا كان عندي فوائد قرب الصفر 0% interest rate، ولكن بالوقت الحالي أصبح عندي اليورو زون 0، أصبح عندي الدولار الأمريكي 2% عم يعطي أو 2.25%، وأيضا ممكن يزيدوا فوائد بالجلسات القادمة أو طبعا الكورترز القادمين. فبهيد الحالة أصبح عندي اختلاف بالإنترست ريتس أو بالفوائد اللي بتقدمها البنوك في الدول الكبرى. يعني قبل قديما كان عنا فقط أستراليا ونيوزيلندا هن اللي بيقدموا فوائد، عن هيك كنا نشوف التحركات متساوية، يعني اليورو دولار يمشي مع الاسترليني، اليورو دولار يمشي مع على سبيل المثال الاسترالي دولار، استرليني دولار يمشي مع نيوزيلندي دولار. ولكن هلا بالوقت الحالي اصبح عندي نيجاتيف كورليشن، اصبح عندي ممكن ينخفض زوج استرليني دولار واليورو دولار يضل ثابت، فبهيدي الحاله بطل عندي سيناريوهات مترابطه مع بعضها البعض. يعني ضعف استرليني واتجاه هابط بعد لموجه جديده وارد جدا. بدنا ننتبه انه اصبح عندي موجة الخامسة لزوج استرليني دولار باتجاه واضح او بشكل خمس موجات واضحين 1 2 3 بيج اي بي سي ويف 4، ممكن نخفض بويف 5 لاسترليني دولار لزيارة مستوى 124 و125 بالجلسات القادمة، ولكن اليورو دولار ممكن ما ينخفض. هذا بيعني ضعف اذا بدكم او ارتفاع اليورو مقابل الاسترليني، ممكن ندخل على زوج اليورو جي بي بي ونتأكد من هذا الموضوع. هلا بالنسبة للعملات الأخرى عم نتكلم مثل الدولاريان انتو بتعرف انه انا داخل بمراكز بيع فيها. الدولاريان داخل بمراكز بيع من مستوى 111.60 على امل انه نحن انهينا موجة رقم 2 للدولاريان، ونتوقع موجة رقم 2 من اخر قمة لاخر قاع.
يلي هي من مستويات ال 113 لمستويات ال 109، انهينا قرب مستويات ال 61%. هذه المناطق اللي هي كانت مناطق بيع ومغريه جدا لفريق الدبب ليدخل بمراكز بيع، واتوقع ضعف بعد اكثر للدولار ين. ضعف الدولار الامريكي مقابل الين الياباني بيعني انه المستثمرين عم بيركضوا او عم بيستثمروا بال، خليني اقول الملاذات الامنه. الين الياباني والفرنك السويسري هن الملاذات الامنه، ولكن بالنسبه للعملات، فضعف الدولار مقابل الين الياباني والتوقع لهذا السيناريو الهابط بيعني انه ممكن يكون عندي بعض التشنجات في المراحل القادمه لزوج الدولار الامريكي. اوكي، زوج الدولار الامريكي اذا في حال حصل بعض التشنجات عليه وبعض الاخبار السلبيه، نتوقع انه هذه موجه فقط تصحيحيه على اسعار الذهب، ونتوقع اتجاه صاعد بعد اكثر وزياره مستويات اعلى لاسعار الذهب لزياره مستوى 1230 1240. فبهذه الحاله ممكن السيناريو يكون انتهى عند الاتجاه الهابط، انهينا هذه الموجه التصحيحيه ودخلنا عم ندخل بمرحله، هل عم بنقول طبعا من سلعه لسلعه ومن عمله لعمله، بس لفرجيكم الترابط بين بعض السلع والمؤشرات مع بعضها البعض. فضعف الدولار الامريكي مقابل الين الياباني بيعطيني سيناريو على انه ممكن نكون دخلنا بمرحله افقيه ولكن بشكل مثلث لاسعار الذهب، هيدا اول موجه ارتفاع. ويف بي دخلنا فيها بشكل مثلث اللي هي عم نسجل فيها اذا بدكم موجات واضحه او خمس موجات اللي هي اي بي سي، نتوقع ارتفاع دي ومن ثم انخفاض اي، ومن ثم نبتدي موجه تصحيحيه جديده لزياره مستوى 1500 دولار. فاسعار الذهب ممكن تحافظ على المرحله الافقيه في هذه المرحله وترجع ترتفع لزياره مستوى 1350، ومن ثم اتجاه هابط ويف اي ونكفي اتجاه الصاعد. فهيدي بيج اي، انهينا بيج اي اللي هي ممكن تكون اول موجه تصحيحيه، بيج بي دخلنا فيها بمرحله افقيه ونتوقع زياره بيج سي. هلا نحن بالنسبه لاسعار الذهب معنا السيناريو واضح، ولكن اتوقع انه فريق الدبب يرجع يكفي سيطرته بالجلسات القادمه اذا في حال طبعا شهدنا على مرحله افقيه واضحه لاسعار الذهب مقابل الدولار الامريكي. ولكن ضعف الدولار ين او ضعف الدولار ين باتجاه هابط موجه اندفاعيه واضحه طبعا بيرجع بيعطيني سيناريو على انه ممكن نبتدي موجه تصحيحيه لاسعار الذهب. هلا بالنسبه لليورو استرالي، في احد الاشخاص طلبوا مني استاذ انتو، طبعا اليورو اي يو دي هو من العملات الرئيسيه اللي هي عندي، اليورو مقابل الاسترالي عندي، عمله اليورو بتقدم 0% فوائد، والاسترالي دولار هي اللي بتقدم تقريبا بحدود يعني ال 5% فوائد، يعني الاسترالي دولار هي من العملات المغريه اكثر للشراء مقابل اليورو. فاذا في حال عم نتوقع نحن انخفاض اليورو، نتوقع ان الاسترالي دولار ممكن يكون اضعف اذا بدكم بالانخفاض، والعكس صحيح، اذا في حال نتوقع ارتفاع العملات الرئيسيه، نتوقع انه الاسترالي دولار يرتفع اسرع من زوج اليورو دولار. بالنسبه لالي، بالنسبه للسيناريو على زوج الاسترالي دولار، وطبعا بتحليل موجات اليوت، اتوقع انه من اخر قاس الجلنيه على زوج الاسترالي دولار ابتدينا ثلاث موجات تصحيحيه اللي هي بيج ويف اي او دبليو، دخلنا ب خمس موجات تصحيحيه على زوج الاسترالي دولار اللي هي كانت تسمى ويف اي بي سي دي اي، رجعنا ارتفعنا باخر موجه تصحيحيه اللي هي دبليو اكس واي خلينا نسميها هون، او اي بي سي خلينا نسميها دبليو، رجع انخفضنا بثلاث موجات تصحيحيه اي بي سي اللي هي تسمى بويف اكس، ونتوقع زياره ويف واي على المدى الطويل لزياره مستويات 0.85. انا بالنسبه للاسترالي دولار اتوقع انه ممكن يكون عندي موجه اندفاعيه جديده له لزياره ويف واي، ولكن هل يا ترى الاسترالي دولار اصبح من مناطق مغريه للشراء؟ لازم من اخر قاع لاخر قمه باستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت يكون عندي ويف ثبتت مستوى 76.4% اللي هي ما حصلنا عليها. مستوى 76.4% اللي هي بتساقب تقريبا قرب مستويات ال 71.20 او مستوى قرب ال 70.90، هذه المناطق هي مناطق شراء للاسترالي دولار، فاتوقع بعد ضعف اكثر للاسترالي دولار، وايضا اليورو دولار اللي هي بالاتجاه الهابط لزياده مستوى ال 109. فبهذه الحاله اذا بندخل على زوج اليورو دولار اليورو استرالي، انا بحب حلل العملات الرئيسيه لحالها قبل ما ادخل على الكروس او الزوج اللي هو حاب انه اقوم بتحليله. بالنسبه لزوج الاسترالي دولار، ممكن تكون هذه الموجه تصحيحيه قد انتهينا منها، ومن الواضح انه بشكل خمس موجات ارتفاع، يعني اللي عم جرب اقوله انه اول موجه تصحيحيه كانت عندي لزوج الاسترالي اليورو استرالي هي بشكل امبولسيف ويف بالاتجاه الهابط لزياده اول موجه تصحيحيه ويف اي، رجعنا ارتفعنا بويف بي اللي هي بشكل 5 سوينج هاي 1 2 3 4 5،
رجعنا ابتدينا اول موجه الصحيه اللي هي A, A, B, C, B. اتوقع زياره هلا مستويات اوطي اللي هي مستويات 152، ولكن وقف الخساره او الانفاليديشن ليفل بده يكون فوق اخر قمه سجلت عندي اللي هي مستوى 161.90، يعني ارتفاع 100 نقطه من هذه المستويات. نرجع بنغير السيناريو المنتظر، عندي انفاليديشن ليفل انه ستوب لوس فوق مستوى 161.90، يعني 100 نقطه من هذه المستويات، واتوقع زياره مستويات اوطى لزياره مستوى ويف سي. ممكن ندخل فيبوناتشي اكسبانشن عليها، انسرت فيبوناتشي اكسبانشن لنشوف هذه الموجه التصحيحيه وين ممكن تخدنا اذا بدكم كمرحله اولى. مستوى 100% فيبوناتشي اللي هو مستوى 152.50، فممكن نكون عم نسجل هلا موجه هبوط جديده وضعف لليورو مقابل الاسترالي، وهذا اللي قلت لكم اياه. قلت لكم على انه اذا تحالفنا نبتدي بموجه هبوط للعملات الرئيسيه اتوقع اليورو ينخفض اكثر من الاسترالي، لانه الاسترالي عنده فوائد اكثر من اليورو، فبهذه الحاله المستثمرين بيضغطوا على مراكز البيع اكثر من الاسترالي دولار، وبالارتفاع الاسترالي دولار بيرتفع اسرع من اليورو. فهذا هو السيناريو اللي كنت عم بتكلم عليه، وبالفعل اعطاني سيناريو هابط لزوج اليورو استرالي، بما انه العملات الرئيسيه بعدنا عم بتوقع ضعف لها، ضعف اليورو دولار، ضعف الاسترالي دولار، ولكن اليورو اسرع. ولكن بدك تنتبه استاذ انتو بالنسبه للوقف الخساره لازم يكون اغلاق شمعه 4 ساعات فوق هذه المستويات، طبعا ممكن يعطيني انفاليديشن سيناريو ونكفي اتجاه الصاعد. ولكن انا بالنسبه لي بعد عندي موجه هبوط جديده وسيناريو هابط، اول مرحله ممكن زورها هي مستوى 152، واذا تم اختراقها بيكون عندي بيج اي بي سي وممكن زور مستويات 134 على المدى الطويل، لونج تيرم عم بتكلم. فبهذه الحاله انا بحبز مراكز البيع لزوج اليورو استرالي. اوكي، اما بالنسبه للعملات الرئيسيه الاخرى اتوقع انه قلت لكم اسعار الذهب نتوقع بعد هلا مستويات المقاومه، طبعا نواجه بعض مناطق المقاومه الكثيره، يعني مستوى 1208 ممكن نواجه بعض المقاومه عليه. فينا نقول انتهاء 5 موجات بالاتجاه الهابط ممكن نكون انهيناها او سجلناها كرقم واحد. شو يعني رقم واحد؟ يعني اول موجه اندفاعيه اللي هي سجلنا 1 2 3، دخلنا بموجه افقيه اللي هي ويف 4، وهون انهينا ويف 5، هيدي ويف 2، وممكن تكون ويف 2 بشكل اي بي سي اي بي، ونتوقع ويف سي لزياره هذه المستويات ومن ثم تكمله الاتجاه الهابط. فهيدي السيناريو، هذا السيناريو عم بتكلم عليه، بكون سجلنا ويف 2 كرب هذه المستويات اللي هي مراكز بيع، راح تكون كرب مستوى 1208 1209 1210 مستويات مغريه للبيع لزياره مستويات اوطى. وطبعا انفاليديشن ليفل اذا في حال اغلقنا فوق مستوى 1214 اللي هي اخر قمه سجلت عنا، ساعتها بنفكر بسيناريو ايجابي على المدى الوسط للطويل. ولكن السيناريو محبذ هو سيناريو البيع ومركز البيع لسعر الذهب لزياره مستويات اوطى. هذه بالنسبه لي. اما بالنسبه للمؤشرات الامريكيه ما حدا يفكر بمراكز بيع، بعد عندي سيناريوهات صاعده، بعد عندي اتجاه صاعد، بعد عندي موجات اندفاعيه تابعه لفريق الثيران اللي هي عم تعطيني، خلينا نقول يعني من الواضح انه عم تعطيني تثبيت لكل انخفاض عم بيحصل عندي على الاس بي 500 وعلى المؤشرات الامريكيه. بتلاحظوا كل انخفاض وكل هبوط عم بيسجله السوق عم بيكون مرحله واضحه انه تصحيحيه لنكفي اتجاه الصاعد. ممكن نكفي اتجاهنا المستوى 3090 كمرحله اولى و 3120 كمرحلة تانية. هيدا بالنسبة للمؤشرات الأمريكية. إذا في حدا أحد الأشخاص حابب بعد إنه نتكلم على بعض الأزواج الرئيسية أو بعض الإكزوتيك بيرز، طبعاً ما تترددوا وتكتبوا لي بالكومنت. أنا بالنسبة لي هذه جلسة كانت انتهت، فقط كنت حابب لكم على الهيكلية أو بداية هذا الشهر، يكون بداية شهر طبعاً يعني مميز للجميع ويكون مثمر طبعا. وبالنسبة لي المراكز اللي بفضل أو بحبث أنه أدخل فيها هي مراكز بيع لزوج الدولارين لزيارة مستويات 109 و108 مع وقف خسارة قرب مستويات 111.60. هذه أول مرحلة، أتوقع ارتفاع زوج الدولار كاد أيضا من هذه المستويات لزيارة مستوى 134 لننهي إذا بدكم آخر موجة ارتفاع قرب مستويات 134 ونبتدي موجة هبوط جديدة. هيدي طبعا من السيناريوهات المحبذه عندي لفرص استثمار اذا بدكم لهذا الشهر، خلال هذا الشهر، وايضا مراكز بيع لاسعار الذهب لزياره مستويات ال 1140 وحتى ال 1130 على المدى الوسط للاطول شوي. هول ثلاث مراكز اللي انا بحبذهم، هن ثلاث مراكز اللي انا ببالي هلا اذا في حال بدخل بمراكز استثمار. طبعا ما تنسوا تتابعوني بجلسه بعد ظهري اللي هو بتكون جلسه تعليميه، وانا بكون معكم بجلسه صباحيه غدا كرمال نختار فرص استثمار مميزه وندخل
بالسوق ونعطيكم نقاط دخول وخروج مع وقف خسارة وتحديد ربح. أنا بتشكر حضوركم ومتابعتكم لإلي بشكل يومي، بتمنى لكم نهار مثمر. كان معكم محلل التكنولوجيا الظهرية من شركة تكمل، إلى اللقاء.